السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم مقبلات الشمندر او متبل الشمندر، من اطيب المقبلات الشتوية. راح نبلش نعرفكم على المكونات. هون اول شي معانا شمندر 4 حبات صغيرة، نص كوب من اللبن، نص كوب من الطحينة، عصير نص ليمونة، هون معانا سنين من الثوم مهروسين، نص كوب بقدونس للتزيين، هون معانا الملح حسب الرغبة. هون أول شي راح نقطع الشمندر مشان نطحنه، قطع قطع والحجم ها. وراح نحطه بالمحضرة مشان نهرسه. هون طحناه صار معانا بهالشكل. هون بعد ما خلطنا الشمندر راح نحط المواد. هون اول شي اللبن، نحط عليه الطحينة، نحط الثوم، نحط عصير الليمون، كمية من الملح حسب ما تحبون، نخلطهم مع بعض. بالشكل هذا لبين ما يمتزجوا مع بعض. راح نحط الشمندر اللي طحناه، نحط كل الكمية. ننزله بشكل كامل. هون راح نخلطهم مع بعض لبين ما يتجانسوا. ونشوفوا اللون، ما شاء الله لون حلو، اعطانا لون حلو الشمندر. نخلطه بشكل جيد. راح ننقله على صحن التزيين. هون راح نصب كل الكمية اللي عملناها. راح نلقاها بالصحن. الشكل لو راح نزينه بأي شكل مثلا تحبون تزينونه. هون عندنا شوكة راح نعمله هيك الشكل هذا.
الشكل هذا عملناه. هون راح نحط بقدونس، هون راح نحط البقدونس على الأطراف يعني تعطي منظر جمالي حلو للطبق. الشكل هون راح نحط زيت الزيتون بالشكل ها. هاي طبقنا صار جاهز، تبل الشمندر. ان شاء الله يعجبكم وتجربونه. الف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. السلام عليكم. I'm sorry.